من أسباب السعادة الزوجة الصالحة. إي والله، خير متاعها الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولذلك من أكبر عذابات المؤمن يوم أن يكون في بيته امرأة ولاجة خراجة كثيرة الخروج، بسواق وقلطات، أو لسانها طويل، أو غضوبة، أو لا تشكره. 20 سنة في الخبر يوديها كل جمعة وسبت للأسواق، اليوم هذا رفض يوديها، قالت من شفت وجهك ما شفت خير. يا أخي وين راحت 20 سنة؟ هذا هو طبعه، يكفرنا العشير. ولذلك السعيد منا من كان